إذن هذا موديل موجود جاهز في الماتلاب حتى يظهر فكرة الفلوكس فيكتور كنترول. أنا ما عندي وقت بهذا الفصل، بس كنت حابب لو إنه عندنا وقت أو حد عنده وقت بعدين يعمل يقارن هذا، إيش هذا بإيش يقارن، إيش البديل عنه؟ سكيلر كنترول. هلا مثلاً أحد الأشياء ممكن نعملها نظهر إنه فعلاً هذا بيقدر يستجيب بسرعة للتور ويعمل فاست تور، إنه أدخل له ستيب فانكشن للتور بدل ما أدخل له كونستانت تور. لو دخلت له ستيب فانكشن للتورك بامكاني افرجي انه الفلكس فيكتور كنترول بيقدر يستجيب بسرعه اعلى للتورك فاريشنز. بس زي ما حكيت احنا هلا محدودين شوي بالوقت، بدنا نركز بس ناخذ فكره عن الموديل بشكل عام. هذول عباره عن السويتشز بامكانك انت تغيرهم بايدك، غير عن السويتش اللي سلكشن. هذا مانيولي، هذا مانيوال سويتش، فاذا كبست عليه بتغير بهذا البوزيشن او بهذا البوزيشن، وهون بتغير بهذا البوزيشن او بهذا البوزيشن من هون. هلا التورك احنا حاطينه هون زيرو، بتقدر تحط اللي بدك اياه، بس هون راح تشوفوا كيف بيتسارع، بيبدا السيستم يتسارع. هلا عندنا هون اي جي بي تي انفرتر، اي جي بي تي اختصار ل انسوليتد جيت بايبولر ترانزستور. عم بدخل عندنا البلسز من هون، ليش داخل هون خط واحد بلسز؟ تمام، هذا عباره عن بس اوكي. واذا حطيت هون دي ملتيبلكسر بامكانك تطلع ال 6 بلسز، بس احنا ما في حاجه احيانا نحط خط فيه 6 خطوط، نحط خط واحد بس مفروض انه طالعين 6 من هون وداخلين 6 من هون. اوكي ماشي. هذا عباره اصلا هذا يونيفرسال بريدج، احنا ما عمرنا اشتغلنا يونيفرسال بريدج، احنا بنبني بريدجز فروم سكراتش، بس نفس الفكره من هون. هاي بتدخل عندي البلسز من هون، وعندنا هون ايش بدخل؟ هون بيطلع الفري فيسز اللي رايحه على المحرك، ايش داخل عندي هون؟ دي سي سورس. بس هو في الواقع بيكون دي سي. ايش بكون في الواقع؟ تمام. حتى احنا بالامتحان انا سامح يعني مش سامحكم، انا حطيت دي سي، بس اللي حط 3 فيز وحط ريكتيفاير قبلتها منه، واللي حط دي سي من بطاريات قبلتها منه، ما فيش مشكله. بس احنا في الواقع هذه راح تكون عباره عن ريكتيفاير من 3 فيز، ف 3 فيز سورس ريكتيفاير ان كنترولد ريكتيفاير، متذكرين حكينا ان كنترولد ريكتيفاير راح تكون، وبعدين عاده راح يكون عندي يا اما كاباستر هون يا اما سيريز اندكتر حتى تعمل فلترنج للهاي. بدخل عندي الدي سي من هون عن طريق البلسز اللي موجوده راح يطلع 3 فيزز، وشكلهم 3 فيزز هلا بنشوفهم اللي بيطلع عندنا من هون بروح على الاندكشن موتور هي اي بي سي، رح يكون بينهم طبعا 120 درجه، رح نستعمل بلس ويف موديليشن. بلس ويف موديليشن رح يغير بوث الفريكونسي والفولتج، ما بغير الفولتج من هون. اه بتذكر حكينا الانواع القديمه كانت من فيربال فريكونسي درايف كنا نغير الفولتج من هون وهون نحط ستيب ويف انفرتر، لا هذا هون بيعمل بلس ويف موديليشن. فالبلس ويف موديليشن الموديليشن اندكس بغير الفولتج والفريكونسي بتغير الفريكونسي هون، وطبعا في عندي كمان كارير فريكونسي ممكن مقرره. بيطلع عندي هلا هذا من هون، هلا اذا بتلاحظوا هون احنا ماخذين عم نقيس الفولتج بنعرضه على الاوسيلوسكوب، وكمان اظن بنقيس الكرنت، هي ماخذين الكرنت احنا عندنا من هون، هي ماخذين السبيد، هذا ايش هون؟ الميجرمنت ام اختصار ل ميجرمنت، تذكرين من المحرك هون بنطلع ميجرمنت بيطلع من عليهم من الخطوط، واظن هذا بلس بس سلكتر مش دي ملتيبلكسر، بس سلكتر لانه هدول مسمجين من هون، فبامكاني اختار اللي بدي اياهم يطلعوا عندي من هون. احنا هون مختارين روتر سبيد الكترومغنتيك تورك، واظن هذا هو الكرنت، خلينا نتاكد منه. هاي مش هاي اي اي بي سي مش هيك؟ كنترولر اللي قبل فوق. نعم كنترولر اللي هو هلا باجي هلا باجي هيو. هذا اللي هو كان محطوط عليه مش مسمى، بعرف ليش مش مسمى كرنت، بس هو كان كم خط عليه؟ ثلاثة، فالثلاثة داخلين على نفس الشانل، فهذا اي اي بي سي اي اي بي سي كلهم الثلاثة اللاين كرنتس اللاين كرنتس الثلاثة بتلاحظوا بينهم، شو بتلاحظوا على الفولتج؟ واضح انه بلس ويث موديليشن. فعندنا هون هي عماله بتغير الفولتج من هون عن طريق بلس ويث موديليشن، طبعا هذا لو حطيت عليه لو باس فلتر راح يبين معي ساينوسويدا، لذلك هون عم بيطلع ساينوسويدا او تقريبا ساينوسويدا. عندنا كمان الروتر سبيد والالكتروماجنتيك تورك. هلا طبعا احنا هون مطلعين السبيد مطلعينها من المحرك لانه الموديل عندي بيسمح لي، بس بالحياه الواقعيه ايش لازم اعمل؟ طب الروتر سبيد نركب شافتي كود، فالمفروض في الحياه الواقعيه ما راح يتوفر عندي هذا الميجرمنت بورت، هذا الميجرمنت بورت لانه عندي موديل، والموديل طلعنا منه الخطوط هذول هم ثلاثه، هي اي اي بي سي اللي هو الكرنت الستيتر كرنت، الروتر سبيد، والوحده تبعته على فكره اظن راديانس بير سكند مش ار بي ام، وهون عندي الالكترومغنتيك تور، ولذلك حطينا الرمز اي او سب بي، سب بي يعني انه هو
جنريتد الكترومغنتيك تورك اللي اعطاني اياه المحرك. هلا راح تلاحظوا في عندنا واحد على زد، واحد على زد بتسمح لي اني اعمل زد، واحد على زد هي ماخوذه من الديسكريت او من الديجيتال سيستمز، بتسمح لي اني اعمل ديلي زي اخزن السيستم واعمل عليه زي ديلي بمقدار كابيتال تي، كابيتال تي هي كانها السامبلينج تايم. فلو كان هذا كانه ديجيتال سيستم او ديسكريت سيستم بسمح لي اني اعمل ديلي بمقدار واحد على تي، واظن هون الواحد التي هي عباره عن 20 مايكرو سكندز، اظن 20 مايكرو سكندز. هلا بنشوف الفاليو تبعها قديش. هلا كمان لما بعمل ران للموديل راح تلاحظوا انه الموديل محطوط فيه بحيث انه يثبت فاريبلز معينه في الورك سبيس، وحتى اعرف الفاريبلز اللي بالورك سبيس هي. بس بتعمل ران للسيستم راح تلاقي انه هذول الكل عارف شو الورك سبيس، واحنا بنعمل رانينج في فاريبلز معينه راح تتصف موجوده في الورك سبيس. فتي اس اللي هي اظن هاي السامبلينج تايم 2 مايكرو سكندز. بعدين هذول الحاله الاولى معتبرها كانها ستيت، وعندي انيشال فاليوز وفاينل فاليوز. هلا هذا بنستفيد منه اذا انت بدك تعمل مالتيبل رانز، بس تاخذ اخر فاليوز صاروا من اخر رن وتحطهم هم الانيشال فاليوز للرن الجديد. كل فاهم هاي شو الفكره؟ لو انا بدي اعمل اكثر من رن، بدي اعمل رن فرضا لمده 5 سكندز، في عندي هون انيشال فاليوز، الانيشال ستيت تبعت السيستم بقدر اوصفها مش هيك؟ ايش الاشياء اللي بتوصف الانيشال ستيت تبعت السيستم؟ سرعة الروتر والكرنت اللي موجود مش هيك؟ مش هاي كلها بتوصف الستيت من هون؟ لو عملت رن راح يطلع معي هون الفاينل فاليوز او الفاينل ستيت. لو انا بدي ارد اعمل مرة ثانية رن لكمان 5 ثواني ممكن اخذ هذول الفاليوز اذا بدي وهم اعملهم الانيشال فاليوز ويطلع معي فاينل فاليوز. خصوصا انه هون هو وصل ستيدي ستيت، هون مش ستيدي ستيت، هون في ترانزيت. طلع كيف بعرف انه في عندي ستيدي ستيت او ما عندي ستيدي ستيت؟ اذا بتطلعوا على رسمه على الاوتبوت تبع الاوسيلوسكوب بتشوفوا كيف انه مر هو في ستيدي وصل ستيدي ستيت. هي هون السرعه قديش كانت الانيشال فاليو تبع السبيد؟ زيرو، زادت 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 من هون. هلا لاحظوا التورك قديش تقريبا رجع التورك؟ تقريبا زيرو. ليش؟ لاني انا حاطط لود زيرو عليه. طب ليش حطيت التورك في البدايه اذا؟ عشان اعمل اكسلريشن. انتوا حسبتوا الهاي مش حسبتوا قانون نيوتن؟ ها؟ تي ماينس تي بتساوي اي في الفا. هلا مظبوط تي تبعت اللود زيرو، بس في بدي اي في الفا، مظبوط هيها اي في الفا هون، حتى ما قديش وصلت بعدين بالنهايه؟ لما وصلت السرعه عندي السرعه المطلوبه، رد التورك نزل بس يتغلب على الفيسكس فريكشن، اذا في شويه فيسكس فريكشن في السيستم. لاحظوا الكرنت طبعا الفاليو تبع الكرنت في البدايه. الفاليو تبع الكرنت في البدايه عالي من هون. بعدين بصغر عندي الفاليو تبع الكرنت، بعدين بصغر من هون لما ينزل هاي. الفاليو تبع الكرنت راح يتناسب مع فلوكس، والفلوكس راح يتناسب مع التورك. نطلع على البلوكس المختلفه الموجوده بالسيستم. هلا اذا بتطلعوا على في بلوكس انتم عارفينها مرت عليكم قبل هيك مظبوط؟ خلينا نشوف ايش في بلوكس واضح، خليني امحي هذا الجزء. عفوا انا هذا فتحت الكنترولر، خليني اسكر الكنترولر وافتح. هاي البلوك دايجرام العام، هذا البلوك انتم بتعرفوه مش هيك؟ هذا اللي هو الاندكشن موتور او اي سينكرونس موتور، وهي هون حاطط واحنا هون بنقدر نختار الاوميجا موديل او نختار التي موديل، احنا هون مدخلين له تورك وهو راح يعطيني اوتبوت روتر سبيد، كان بامكاني اعكس هذا التورك كانه هو التورك تبع اللود. هلا احنا مختارين تورك زيرو، بامكانك تحطه 10 نيوتن متر او حسب قديش هذا التورك اللي هو اللي من اللود شايف بده يتغلب عليه وبده يتغلب على الفيسكس فريكشن من هون. وداخل عندي طبعا اي بي سي، وهذا طبعا هون سكويرل كيج اندكشن موتور مش واند روتر اندكشن موتور. لو انه واند روتر اندكشن موتور ايش راح يبين معي؟ ست اسلاك مظبوط. ايش هم الثلاث الثانيات؟ طلعوا من راح يطلعوا من هذا اذا بتعرفوه. هذا الاي جي بي تي هذا عباره عن يونيفرسال بريدج، لو جينا اطلعنا عليه راح تشوفوا في داخله هذا عباره عن يونيفرسال بريدج معمول له ماسك، وبامكاني اعمل البريدج هذا زي ما بدي. هذا احنا ما استعملناه قبل هيك، بس هذا بسهل عليك بدل ما تبني 6 كومبوننتس وانت تحطهم تحط 6 دايودز او 6 اي جي بي تيز او 6 اس سي ارز. هذا زي مالتي بيربس يونيفرسال فيرساتايل. مين قال مره فيرساتايل؟ متعدد الاستعمال، يعني هذا ممكن احطه باي شكل من الاشكال اللي بدي اياها من هون، بحط النمبر اوف ارمز اللي بدي اياها هون، شو الكومبوننتس اللي بحطها فيه، بسهل عليكم
وكمان في هون ار اون اللي هي الريزيستنس تبعت الكومبوننت وهو بالاون كونديشن كم اوم؟ ملي اوم 1 ملي اوم يعني كاني بقول هذا الاس سي ار او الترانزستور لما يكون اون هاي الفورورد ريزيستنس تبعته هاي الفولتج تبعت الدايود الفولتج تبعت الديفايس 0.8 فولت الى اخره كل الاشياء هون اللي ممكن تحب تحط هي اظن هذه التي اون والتي اوف 3 نمبر اوف ارت تمام محطوط ممكن تكون 6 ار ممكن تكون 2 ار ممكن تكون 1 ار حسب ايش بدي استعمل فهذا يونيفرسال بريدج ممكن يسهل عليه هذا بس هي نفس الفكره لو انت بنيت 6 اي جي بي تي وحطيت دايود معهم ودخلت عليهم بلسز راح تكون نفس الشيء هو مريحك من هون مدخل لك البلسز جايب لك البلسز هون البلسز راح يطلعوا من الفيكتور كنترول هذا هو الجزء الجديد وانت بامكانك لو بدك تبني سكيلر كنترولر شو بتعمل؟ بتشيل هذا تماما وبتحط محله سكيلر كنترولر والسكيلر كنترولر كله راح يعمله راح يحافظ على في على اف كونستنت بس وراح يعمل شويه بوست ات لو سبيد لكن هون احنا هون مختلف الوضع هون عمال نتحكم في اي دي واي كيو واذا متذكرين من الدي سي موتور هلا راح اعيدهم احكي عنهم اي دي واي كيو واحد بيكون دايركت كومبوننت وبيتحكم بالفلكس والثاني كوادرشر كومبوننت بيتحكم بالتورك لما بدي اغير التورك بغير الكوادرشر كومبوننت تبع الكرنت وبحافظ على الدايركت كومبوننت بحافظ عليه كونستنت متذكرين الدي سي موتور ايش كان عندي بالدي سي موتور عندي الفلكس اللي جاي من البيرمننت ماجنت والفلكس اللي جاي من الروتور الفلكس جاي من البيرمننت ماجنت هو بيعطيني الماجنتايزيشن هذا بحافظ عليه كونستنت بغير الفلكس جاي من الروتر بحيث اني اغير التورك عندنا اخر شيء هون خلص بس هاي عشان اعمل هون السوليوشن اللي هي الجي او اي الباور جي او اي هون عندنا الديلي هذا الديلي اللي بيعطيني ديلي بمقدار معين هلا رح نشوفه له ضروره في احيان معينه كمان ضروره هلا رح نشوفه في اماكن اخرى اذا وهذا هون الاسروسكوب اللي طلعنا عليه لاحظت اذا الفكره هلا الاساسيه كل اللي اختلف بين السكيلر والفلكس فيكتور كنترول البلسز اللي طلعت من هون تغير البلسز اللي طلع من هون خلاني اعمل فلكس سكيلر كنترول او فيكتور كنترول هلا في عندنا هون هي هون اللي طلع معي اي اي بي سي اللي هو الكرنت اللي قسته وهذا هو الفري اوتبوت وعندنا السرعه اللي هي الميكانيكال سبيد تبعت الروتر اوكي مش الالكتريكال مش هاي الميكانيكال سبيد تبعت الروتر راح تشوفوا هلا هدول التيرمينال هذا اللي موجود هون راح يبين معنا هون داخل الفلكس فيكتور كنترول ناخذ راح ناخذ نظره سريعه على الفلكس فيكتور كنترول هلا اذا نطلع على الفلكس فيكتور كنترول راح تشوفوا اشياء مختلفه خلينا نطلع عليهم اول شيء عندنا في عندنا شيء واضح هذا هون التيرمينال ايش هو اللي شكله زي هيك هذا داخل من برا انبوت مش هيك في حين هذا زي تاج كان موجود سبيد مره ثانيه نطلع عليهم شايفين ملاحظين هاي الاي اي بي سي وهي سبيد شايفين شكلهم كيف في حين عندي هون بلسز طالع وسبيد داخله فتاكد منها مره ثانيه اذا طلعتوا هون راح تشوفوا هاي السبيد اللي هي داخله من هون والبلسز اللي طالع من هون لكن في تو تاجز او في تو تيرمينالز اخذناهم من هون الاي اي بي سي والسبيد اللي هي الميكانيكال سبيد والكرنتس اذا بدنا الميكانيكال سبيد والكرنتس وهاي هي طبعا هاي اي سبيد هاي هل هاي الاكتوال سبيد هاي الريفرنس يعني اللي انا بدي اياها انا بدي اياه يمشي على 120 ار بي مش ار بي ام راديانس بير سكند السرعه الفعليه هو ماشي عليها يعني فصار عندي هاي سبيد هاي سبيد هاي تو سبيد وعندي كمان الكرنت اللي هو اي اي بي سي نعم طب بقدر ادخل السبيد عباره عن زي سبيد تايم بروفايل طبعا طبعا هون احنا مدخلين طبعا بالضبط اللي انتم عملتوه بالسبيد تايم بروفايلينج هون هلا اهميته بتصير متذكرين اللي عملتوه بالسبيد تايم بروفايل جاكم سؤال الامتحان بنينا وحطينا الجيرب والهذا ورمتها هلا هذا بامكانك تبنيه هون واسهل طريقه تبنيه بتذكر حكيت لكم اصلا تعمل الجيرب بتعملها انتجريشن توايس إذا عملت الجيم طبعا بدك تنتبه هذه هون روتيشنال مش لينير فبدك تشوف تحول بينهم اذا بدك تدخلها لينير ولا روتيشنال هلا اذا نرجع مره طبعا هون هو معطيك الاوبشن كمان انك تعمل ستيب سبيد اذا بدك تعمل ستيب سبيد وستيب سبيد ستيب فانكشن تفحص السيستم سرعه الريسبونس تبعت السيستم ليش احنا بالكنترول دائما بنحب ندخل ستيب فانكشن؟ نشوف الريسبونس تبع السيستم لاني كاني عمالي بحط عليه من اصعب شيء عمالي بعطيه انستنتينيوس تشينج بدي اشوف كيف بعمل ريسبونس لها بشوف الرايز تايم تبعه والاوفر شوت كل الاشياء نرجع مره ثانيه للفلكس فيكتور كنترول اذا اذا بتطلع هون عندي هاي السبيد اللي هي هاي قلنا عباره عن هاي الاكشوال سبيد والريفرنس سبيد هي هاي فطبعا دخلنا هدول الاثنين من هون هلا في عندنا كونسبت اسمه الكاسكيد كنترول والكاسكيد كنترول خليني اشرح له بعدين برد نرجع مره ثانيه لهاي من هون